المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي النيابه الاداريه. سياده المستشار برحب بحضرتك. اهلا وسهلا شريفي، ازي حضرتك؟ تحياتنا سياده المستشار. يعني نطمئن على اللجان وفتحت في الوقت بنسبه كام في الميه وكام في الميه تقريبا اتاخر طبقا لما ورد لغرفه العمليات عند حضراتكم؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب بيك وبضيفك. واليوم لم نشهد او لم نبلغ باي تاخيرات على الاطلاق. امبارح اللي هو اول يوم في جوله الاعاده كان في بعض اللجان متاخره، عدد قليل جدا لا يذكر، يكاد ان يكون منعدم، كان على مستوى ال 14 محافظه كلهم لا يتعدى 12 او 14 لجنه فرعيه فقط لا غير. هو انا عندي سؤال سياده المستشار، هو مين اللي بيبلغ؟ اللجان نفسها او الاعضاء الامناء نفسهم يتاخر، او الاعضاء المشرفين على اللجان بيقول لك انا اتاخرت النهارده. يعني هو المفترض فهمت قصدك، يعني المفترض هنا ضمير القاضي ان هو يبلغ طبعاً ان يبلغ طبعا، يقول لك الموظف ما جاش، المندوب المرشح ما جاش، او القاضي نفسه متاخر. لا القاضي نفسه متاخر لا، لان هو بيبقى مقيم او بايت في الفندق اللي جنب اللجنه الفرعيه بتاعته، يعني هو ساكن قاعد في المدينه. يعني النهارده بيجرى الانتخابات في اسوان او في الاقصر، اعضاء القاهره تلاقيهم في الاقصر واسوان في مقيمين جنب اللجان الفرعيه، مش هيتاخروا. انما هو بيجي ثاني يوم يقول لك المندوب ما جاش، مندوبين المرشحين ما جوش، الموظفين ما جوش، فبيثبت في محضره هذا الكلام وبيبلغنا احنا عشان نبقى على درايه ونبلغ اللجنه العليا او نبقى على درايه بالامر لو حد سال. لكن عدم وجود المندوبين أو الأمنة زي ما حضرتك تفضلت وذكرت، ده يعوق فتح اللجنة من قبل المستشار؟ طبعا يعوق. بالنسبة للموظفين، ما أنا بقول لحضرتك بالنسبة للموظفين لأن هم اللي هيؤدوا العمل معاه كاملا تحت إشرافه وبإرشاده. وبالنسبة للمندوبين القانون بيقول حد أدنى اثنين من المندوبين، بحيث إن لو ما جوش الاثنين ما يشتغلش، يقف لمدة نص ساعة، واقصاهم 8. يبقى النهارده على 60 مندوبين، دول مندوبي المرشحين بيقعدوا يراقبوا العمليه الانتخابيه على اساس يتاكدوا منها، عشان بعد كده ما يقولش ان هو في اي اجراء وقع مخالفا للقانون او ما الى ذلك. فدي الاسباب اللي بتحول دون فتح اللجان. اما اليوم فلم نختر حتى هذه اللحظه باي تاخيرات اطلاقا، والعمليه تسير بانتظام وبهدوء وبسلاسه، وندعو الله ان هي تنتهي على خير باذن الله تعالى. باذن الله. هل في اي مؤشرات اوليه وصلت لحضراتكم عن نسب تصويت؟ احنا الاقبال امبارح واليوم كان ضعيف على خلاف المرحله الاولى، يعني اقل من الجوله الاولى اللي احنا شاهدناها الاسبوع الماضي، ولكن احنا لا نستطيع التنبؤ ليه؟ لان بدايه اليوم امبارح كان اقبال ضعيف، زاد بعد منتصف اليوم. النهارده اليوم الثاني في الاعاده ممكن تشهد اقبال يزيد عن الامس، وبالتالي لو عملنا تنبؤات ممكن تكون خاطئه، فبنترك هذه التنبؤات الى ما بعد الفرز وعد الاصوات وحصرها بالفعل، عشان ما نبلبلش ونعمل بلبله في الراي العام. طيب سياده المستشار، انا عندي سؤال كده افتراضي. بعض الاتجاهات بتقول احنا المفترض اللجنه العليا للانتخابات، وهي لجنه محترمه جدا ونزيهه جدا الى اخره، بس يعني احنا مش واثقين في النسب ديت ولا واثقين في الارقام دي، المفترض تكون في جهه اخرى رقابيه هي اللي تعلن الارقام ونستمد منها جميعا الارقام. يعني انا ازاي افصل واعلن الموضوع لما يجي ناس تقول لحضرتك 26%؟ لا انا مش شايفهم 10% الحقيقه، مش شايفهم 12%، مش 26%، مين يفصل؟ أنا هجاوب على سعادتك. إحنا كمواطنين وكمندوب مرشحين ومرشحين نستطيع الفصل. ليه؟ لأن في اللجنة الفرعية بيتم الفرز وبيتم تسليم مندوبي المرشحين نسخة من نتيجة كل لجنة فرعية معتمدة ومختومة بخاتم اللجنة الفرعية اللي كان قاعد فيها المندوب أو المرشح أثناء الفرز. من جماع هذه اللجان الفرعيه تتكون اللجنه العامه، بتيجي اللجنه العامه تطلع نتيجتها، بتسلم برضه المرشح او مندوبه نسخه من النتيجه، بتطلع المحافظه نفس الكيفيه، فيتم تصعيد الامر الى اللجنه العليا. اذا لما الامور تصل الى اللجنه العليا والبيانات بتصل الى اللجنه العليا، تكون كل الاوراق لدى المرشحين ولدى مندوبيهم، وبالتالي اي تغيير في اعلان اللجنه العليا يستطيع اي مرشح او مندوبه أن يكتشف هذا التغيير على الفور، ولم نشهد ذلك من قبل باعتبار زي ما قلت حضرتك النتائج تسلم
الى المرشحين او من دوبين في اللجان الفرعيه اللي هي الاساس. يعني انا دلوقتي اللجنه، ممتاز حضرتك كده طمنتني. تمام. يعني تمام. انا دلوقتي اللجنه اللجنه العليا للانتخابات لما تيجي تقول لي ان نسبه الاقبال من الشباب بلغت 41% وهي اعلى نسبه حضرتك تخيل في جوله الاعاده، وطول الوقت الناس بتتكلم في الشارع وفي البرامج وعلى الهواء والمراسلين يقولوا ما فيش شباب، هي مرأة وكبار سن. طلعت اللجنة العليا قالت إن النسبة 41%، يعني دي أعلى نسبة، والمرأة تيجي بعدها تقريباً أو إلى آخره. لا، ما أنا بقول لحضرتك لأن مش كل اللجان بتبقى زي بعضها، يعني أنا عندي حالياً وأنت بتتكلم معايا النهاردة، أنا عندي بعض اللجان في القرى في دائرة العياط مثلاً تجاوزت الأمس 50 أو 55% نسبة حضور. تيجي للمدن تلاقي في نسبه حضور 7% او 8% او 10%، فانا باخد المتوسط فيما بعد ذلك، فتلاقي العمليه بتيجي ممكن تصل الى هذا الرقم اللي عرفته اللجنه العليا. فبالتالي ما نقدرش ناخد لجنه واحده كمقياس، سواء هذه اللجنه هي لجنه عامه او لجنه فرعيه، لاني في النهايه باخد متوسط كل هذه اللجان مجتمعه. وطالما ان نتائج اللجان الفرعيه بتسلم بالكافيه وصلتني الصوره، يبقى لا يمكن التشكيك في هذا الامر اطلاقا. ونشكرك. وصلت الصوره. بشكر، انا اللي بشكر حضرتك. شكرا جزيلا على المعلومات. شكرا مستشار عبد الله قندير رئيس نادي النيابه الاداريه. كمان بينضم لي على التليفون المستشار جمال عبد الرحمن رئيس اللجنه العامه باسيوط. سياده المستشار برحب بحضرتك ونطمئن على